باي بولر ديس اوردر او اضطراب ثنائي القطب. ولما نتكلم عن الباي بولر ديس اوردر زي ما انتم شايفين كده في الصوره دي، انا عندي صوره حد بيضحك وحد حزين جدا. هنتعرف في الفيديو ده عن الباي بولر ديس اوردر او الاضطراب ثنائي القطب، هنعرف ايه هو معناه وايه الاعراض اللي بتظهر عند الشخص اللي بيعاني منه، وازاي انا اقدر اساعد نفسي لما احس ان انا عندي باي بولر ديس اوردر. الديفينيشن بتاعه اولا قبل كده كان بيتسمى مانيك ديبريسيف إلنس. المانيا عموما هي حالة من الابتهاج الشديد او احساس، لو هنتكلم هنوصفها انها الماسك اللي هو كان سعيد جدا ده، والديبريشن او الديبريسيف إلنس اللي هو الاكتئاب. يبقى هي الشخص بيمر بحالتين، حالة اكتئاب شديد جدا او حالة من المانيا الشديدة جدا. هو ده القطبين اللي احنا بنتكلم فيهم اللي هي الباي بولر. قد ايه من الاشخاص ممكن يصابوا؟ هيبقى بنسبة التوتال كله حوالي 1% من البشر ممكن يحصل لهم اصابة بالباي بولر ديس اوردر. 6% منهم بيحصل لهم النوع الاول من الباي بولر، و4% بيحصل لهم النوع الثاني، وده اللي هنقوله مع بعض بعد شوي. عبارة عن ايه؟ هو mental disorder يعني مشكلة في الدماغ. حصل مشكلة نتيجة جينات مختلفة عند الأشخاص دي عن الناس العادية، عملت mood shift يعني المود بتاعهم بدأ يتغير، مما أثر على الطاقة بتاعتهم والاكتيفيتي ليفل بتاعهم وقدرتهم على التركيز وقدرتهم ان هما يقوموا بالأعمال اليومية اللي المفروض يقوموا بيها. السيمتومز او الاعراض اللي بتظهر على الاشخاص اللي بيعانوا من الباي بولر ديس اوردر بتختلف، يعني ممكن نلخصها في 3 حاجات: مانيا وهايبومانيا وديبريشن. هنتكلم عن كل حاجة منهم على حدة. يعني ايه مانيك ابيسود؟ او اللي هي المرحلة اللي بيكون الشخص فيها عنده حالة مانيا او الابتهاج الزائد عن اللزوم. at least one week period يعني الشخص ده بيكون عنده على الاقل اسبوع كامل 7 ايام من elevated mood، المود بتاعه عالي جدا، احساسه ان هو مبسوط وان هو حد مهم جدا وانه عنده انرجي قوية يقدر يعمل بيها حاجات كتير جدا، تمام؟ بيكون الالفيتد مود ده معاه 3 حاجات من اللي هنقولهم دلوقتي. اول حاجة distractibility اللي هي التشتت. خلينا نقول ان المانيك ابيسود مش معنى ابتهاج بمعنى انها حاجة كويسة جدا، ولكن المانيك ابيسود بتكون شديدة لدرجة ان الشخص بيأذي نفسه. distractibility يعني ممكن تلاقي واحدة زميلتك في الشغل او واحد زميلك انسان كويس جدا ومجتهد جدا وفجأة يغيب عنكم مدة اسبوع، تسألوا عليه في الأسبوع ده تلاقيه اشترك في كورس بيانو، اشترك في كورس تعلم سباحة، قدم ان هو ياخد الـ MBA، حاول يشتغل في مجال مختلف تماما عن الشغل العادي بتاعه. المهم ان هو ما بيكملش اي حاجة من الكورسات دي ولا بيستمر فيها ولا بيحقق اي نجاحات لانه مشتت، عنده تشتت رهيب، تمام؟ انسومنيا يعني الشخص ده مش بينام، هو اصلا مش محتاج ينام ولا حاسس انه هو عنده رغبة في النوم ولا حاسس انه عنده مشكلة في الطاقة بتاعته نتيجة قلة النوم، تمام؟ فالشخص ده ممكن يقعد الاسبوع كامل صاحي، يعني يجي لك يقول لك انا مطبق بقالي 3-4 ايام وحاسس ان انا في قمة السعادة وان انا اقدر اقوم بحاجات كتيرة جدا. طبعا الشخص ده بيجهد نفسه وبيبذل طاقة رهيبة وبيجهد كل عضو من اعضاء جسمه، بيعاني بسبب قلة النوم بسبب المجهود الشديد اللي هو بيبذله. grandiosity تلاقي الشخص ده بيقول لك انا اصلا الاله،
انتو مفروض تعبدوني، او انا حد مهم جدا، انتو مش عارفين ان انا اللي مطلوب مني ان انا اخلص الارض من الاشرار، وانا اللي الاله بعتني علشان انا عندي قوة خارقة، وانا 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 وانا. احساس بالعظمة شديد جدا، فلايت اوف ادياز، وده معناه ان عنده افكار كتيرة جدا بتدور في دماغه وعايز يعملها، وافكار كتيرة وفي نفس الوقت مشتتة في اتجاهات مختلفة تماما. اجيتيشن ان هو عنده نوع من الهياج والغضب، ممكن يكون مصحوب بنوع لا ما تجادلنيش انت ما انتش عارف حاجة، ومتعصب، وريتابيليتي بيكون مش مرتاح دايما حاسس ان في حاجة غلط فيه. سبيتش بريجر، لو انت مثلا الشخص ده داخلك العيادة او داخل يعمل اي يحصل على اي خدمة منك، تلاقيه عمال بيتكلم كتير جدا لدرجة ان صعب ان انت تدخل تقول كلمة اصلا في وسط الكلام اللي هو بيقوله، والكلام كله في 100 موضوع و100 فكرة و100 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 حاجات كتير جدا ملهاش علاقة باي بعض من كل فيلم اغنية. taking risk، الشخص ده زي ما قلنا ممكن تلاقيه بينط من على قطار، بينط من على مبنى، وعنده اعتقاد ان هو عنده سوبر باورز ممكن ينط وما يجرى لهوش حاجة. المانيك ابيسود عادة، او الشخص اللي عنده المانيا عادة لما بيفوق ممكن يتلاقيه في emergency department، محجوز في المستشفى نتيجة ان هو اتهلك خلاص من المجهود اللي هو بيبذله، او اذى نفسه، او عمل اي مشكلة ادت ان هو في الاخر نهايته كانت في المستشفى. او ممكن يكون الشخص ده كمان يحصل معاه سايكوزيس او سكيزوفرينيا في صورة تهيؤات او خيالات بتبدأ تظهر عنده، زي اعتقاده ان هو الاله مثلا، او ان هو مثلا انا حد غني جدا وعندي فلوس كتير قوي، او انا سوبر هيرو اقدر اقوم بحاجات انتوا كلكم ما تقدروش عليها. النوع اللي بعد كده من السيمتومز او الاعراض بتظهر بتكون اخف من المانيا هي هايبو يعني قليل شوية مانيا، ودي الاعراض بتستمر فيها 4 ايام بس، او يعني عموما لو هنتكلم هنقول ان هي الاعراض بتكون اخف بكتير من المانيا. ممكن يظهر عنده شويه جرانديوستي، ممكن يبقى انرجيتك. عاده الشخص اللي بيبقى عنده هايبومانيا او النوع اللطيف شويه من المانيا ده بيقدر ينجز المهام المطلوبه منه. زي ما انتوا شايفين في الصورة، الشخص اللي عنده هايبومانيا ده ادى الامتحان واخد فيه A+، بمعنى ان الانرجي بتاعته استغلها في حاجة ما كانش مثلا عنده الديستراكتبيليتي الفظيعة اللي كانت موجودة في المانيا، مش مشتت الانتباه، ولكن استغل طاقته وذاكر احسن، استغل طاقته وكمل الحاجات اللي كان بادئ فيها، نجح في البزنس اللي كان فيه، المود بتاعه بقى افضل. عادة الشخص اللي عنده هايبومانيا مش بيشتكي ولا يقول انا عندي هايبومانيا، او بيروح لطبيب نفسي ويقول له انا حاسس ان انا حلو جدا الايام دي كده ومودي حلو، ولكن اللي بيلاحظ اكتر الناس اللي حواليه، فجأة يلاقوه سعيد ومبسوط وبيقول لهم انا تمام، واللي محتاج اي مساعدة بينفذ الحاجات اللي مطلوبة منه وبيكون انرجيتك. طيب تالت حاجة اللي هي depressive episode، اللي هو الشخص هيعاني من اكتئاب. مش اكتئاب بمعنى ان هو قاعد حزين قفل على نفسه قطه وخلاص، لا، انت مش هتقدر اصلا انك تقوم بالحاجات اليومية اللي انت بتقوم بيها، مش هتقدر تقوم من السرير تغسل وشك، تنزل شغلك، تقابل حد، تاكل، تشرب. ممكن تاكل وتشرب بزياده، ولكن انت ما انتش في الـ في الـ في الـ في, الـ في اليوم العادي بتاعك، انت ما انتش قادر تقوم بالحاجات اليوميه، مش قادر تدخل حتى التويليت. تمام، يبقى عندك 2 ويكس، وعاده لما نيجي نشخص الاكتئاب بنحتاج على الاقل 2 اسبوع من الديبرست مود، انت حاسس بان انت ما فيش حاجه بتفرحك،
أنهي دنيا؟ خلاص الهدايا اللي كانت بتجيلك وتبقى مبسوط منها ما بقتش تبسطك، أي أكلة حلوة كنت بتحبها ما بقتش تحبها، كل الحاجات الحلوة في حياتك خلاص ما بقتش حاسس إن لها لازمة. مشترك معاها 5 على الأقل من الحاجات اللي هتيجي دي، sleep changes. sleep بقى سواء إن أنت بقيت بتنام كتير جدا، مفيش energy، مفيش طاقة أصلا إن أنت تقوم وتتحرك وتعمل أي حاجة، فأنت نايم في السرير، loss of interest، مفيش حاجة بقى تفرق معاك ولا حاجة بقى تهمك، الحاجات اللي كنت مهتم بيها مبقتش تفرق، guilt، ممكن تبقى قاعد وحاسس إن أنت مذنب، انا مقصر في حاجات كتير في حياتي، انا مش عامل اللي عليا، انا اب فاشل، انا ام فاشله، انا كلها افكار سلبيه، وبتتهم نفسك بحاجات مش لازم ان انت تتهم نفسك بيها، الكونسنتريشن ما انتش مركز في اي حاجه، الابيتايت تشينجز، خلينا نقول ان الشخص اللي عنده اكتئاب ممكن ما ياكلش خالص وممكن يبقى عنده شراهه في الاكل، سايكو موتور سلون، كل حاجة في حياتك بقت بطيئة، ممكن تفكر في الاكتئاب، سوسايداليتي، تمام. دي اللي هي الديبريسيف ابيسود. فاحنا كده عرفنا ان في مانيا، في هايبومانيا، في ديبريشن.